بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، على فضله وإحسانه كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح أن يغفر له ويرحمه مهما بلغت ذنوبه وعظمت عيوبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يفرح بتوبة عبده وهو غني عنه، وعبده يعرض عنه وهو فقير إليه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله كان يتوب إلى ربه ويستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم في موضوع حديث قدسي عظيم، وهو ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقد تضمن هذا الحديث أمورا 3 تحصل بها المغفرة. الأمر الأول الدعاء مع الرجاء، وهو في قوله تعالى: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ففيه أنه لا بد من الجمع بين الدعاء ورجاء الإجابة، فلو دعا بدون رجاء لم يستجب له، لأن ذلك قنوط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله ضلال، كما قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وإن رجا المغفرة بدون دعاء لم ينفعه رجاؤه، لأنه لم يفعل السبب الذي يحصل به المطلوب، والله قد ربط الأمور بأسباب لا بد من فعلها، من تركها كان عاجزا مهملا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وفي قوله تبارك وتعالى: غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، بيان سعة مغفرة الله، وأن التوبة تمحو كل ذنب، وأنه مهما كثرت ذنوب العبد فإن الله يغفرها له ولا يتعاظم كثرتها، لأنه سبحانه لا يتعاظمه شيء ما دام العبد قد أتى بسبب المغفرة. أما من يكثر من الذنوب ويترك التوبة اعتمادا على سعة مغفرة الله وعفوه فإنه خاسر ومغرور، لأنه أمن من مكر الله، والله تعالى يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومكر الله سبحانه هو استدراجه للعاصي ثم أخذه بالعقوبة على غرة وغفلة. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. الأمر الثاني مما تضمنه الحديث بيان أن الاستغفار وهو طلب المغفرة لا يبقي من الذنوب شيئا بل يمحوها ولو كبر حجمها وبلغ ارتفاعها العنان وهو السحاب، فإن الله يغفرها. قد أمر الله بالاستغفار في مواضع من كتابه، ومدح أهله ووعدهم بمغفرة ذنوبهم وتكفير خطاياهم. ولا بد مع الاستغفار من عدم الإصرار على الذنب، بمعنى أن المستغفر يترك الذنوب المستغفر منها، فإن لم يتركها لم ينفعه الاستغفار، لأنه حينئذ يكون استغفارا باللسان فقط. والله تعالى يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وللاستغفار ساعات يرجى قبوله فيها أكثر من غيرها، كأدبار الصلوات ووقت الأسحار، قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، وقال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وأفضل أنواع الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على الله
ثم يثني بالاعتراف بذنبه ثم يسأل الله المغفرة، كما ثبت في الصحيح عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وينبغي الإكثار من الاستغفار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وينبغي أن يقرن الاستغفار بالتوبة فيقول: أستغفر الله وأتوب إليه، كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وذلك ليجمع بين الاستغفار باللسان والإقلاع عن الذنب بالقلب والجوارح، وهذا معناه عدم الإصرار على الذنب. الأمر الثالث مما تضمنه هذا الحديث أن التوحيد هو الشرط الأعظم، بل هو الأساس لمغفرة الذنوب، فمن فقده فقد المغفرة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي هذا الحديث يقول الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقراب الأرض بضم القاف ملؤها أو ما يقارب ملؤها. فدل الحديث على أن الموحد ترجى له المغفرة ولو كثرت ذنوبه، فإنما معه من التوحيد يكفر الله به الذنوب مهما عظمت ومهما كثرت، وهذا مقيد بمشيئة الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك. ففيه التقييد بالمشيئة، وفيه فضل التوحيد وبيان ما يكفر من الذنوب، وأن من لقي الله به ومات عليه فإنه ترجى له المغفرة. وفيه التحذير من الشرك، لأنه لا يغفر لصاحبه ولو أتعب نفسه بالعمل ولسانه بالاستغفار، ولو أنفق جميع ما في الدنيا من ذهب فلن يقبل منه ولن يغفر له ما دام على الشرك. ولكن ما هو الشرك الذي هذا خطره؟ فكثير من المنتسبين إلى الإسلام يظنون أن الشرك يقتصر على عبادة الأصنام التي كان أهل الجاهلية يعبدونها، مثل اللات والعزى ومناه، وأما عبادة القبور والاستغاثة بالأموات ودعائهم من دون الله وطلب المدد من الحسين والبدوي والشاذلي والعيدروس فهذا ليس بشرك عندهم، بل هو من أفضل الأعمال. وكأن الشرك أمر اصطلاحي يتغير من عرف إلى عرف، وما دروا أن أول شرك حدث في العالم هو هذا الذي يقولون عنه إنه ليس بشرك وإنما هو توسل بالصالحين. فقد كان الشرك الذي في قوم نوح هو من هذا النوع، وذلك أنهم لما غلوا في الصالحين وتوسلوا بهم ونصبوا صورهم على مجالسهم محبة لهم فيما يزعمون آل بهم ذلك إلى الشرك، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قد روى البخاري عن ابن عباس أن هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح ماتوا فعبدوهم من دون الله. نسأل الله أن يرزقنا البصيرة في دينه ومعرفة الحق والعمل به أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.